الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 24 من حلقات برنامج الإيمان والحياة، وهي بعنوان الغيبيات الخمس التي استأثر الله بعلمه بها. وهذه الغيبيات وردت في سورة لقمان، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا سأل نبينا عليه الصلاة والسلام: متى تقوم الساعة؟ فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وثم نزلت هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. وهذه الآية نظمها غريب عجيب في غاية الجمال، ولأن النظم معناه اللفظ والمعنى وتناسق اللفظ مع المعنى، فبدأت بجملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار والدوام، ثم جاءت بجملة فعلية تفيد التغير والتجدد. فحينما ذكر علم الساعة لأنه أمر ثابت ودائم لا يتغير، قال: إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث لأنه أمر متغير متجدد، قال: وينزل الغيث، بجملة فعلية. وأول أمر استأثر الله بعلمه به هو علم الساعة، فلا أحد يعلم إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والغيبية الثانية هو إنزال الغيث، إنزال المطر. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم المقدار والزمان والمكان لإنزال الغيث. أما الأرصاد الجوية فهو علم جميل ينتفع به، ولكن هذه الأرصاد قد تصيب وقد تخيب أحيانا، ولا تتوقع الحالة الجوية بدقة متناهية. أما إنزال الغيث عند ربنا تبارك وتعالى فيكون بدقة متناهية في الزمان والمكان والمقدار، ويعلم ما في الأرحام. وقد يقول قائل إن العلم الحديث أصبح قادرا على معرفة الذكر أو الأنثى قبل الولادة بشهور طويلة، ويجاب على هذا السؤال بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام من حيث الجنس واللون والحجم، ويعلم ذلك لأول وهلة. أما العلم الحديث فيحتاج إلى 3 أو 4 أشهر ليتمكن من معرفة الجنس فقط. أما الأمور الأخرى فالعلم الحديث لا يمكنه أن يصل إليها، فالله تبارك وتعالى اختص بعلمه بالأرحام وما فيها، لأن الإنسان يجمع خلقه أولا علقة نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم ينفخ فيه الروح ويكتب شقي أم سعيد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم الرزق ويعلم ماذا سيصيب الإنسان يوم غد. وهذا يجعلنا نحذر من الذهاب إلى العرافين والعرافات والفتاحين والفتاحات، فقد ورد في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. فحذاري حذاري، لا بد للإنسان أن يرضى بما قسم الله له، وأن يأتي لصلاة الاستخارة بدلا من العرافين والعرافات. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الموت حقيقة قهر الله تبارك وتعالى عباده بها، فيجب على الإنسان أن يتذكر الموت وأن يعرف أن أجله محتوم وأن نهايته قادمة. فقد أوصانا نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قائلا: أكثروا ذكر هادم اللذات، إنه الموت، فمتى يتوب من لا يتوب إذا رأى الموت، ومتى يتعظ من لا يتعظ بالموت. وما أجمل قول القائل: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن المتطهرين ومن الذين قبل صيامهم وقيامهم إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم.